صنادل مطاطية صنعت من إطارات السيارات والطائرات والمعدات العسكرية رافقت السكان في فيتنام في سنوات السلم والحرب. في العاصمة الفيتنامية هانوي تباع أحذية من ماركات عالمية بأسعار تتجاوز $1,000، وبجوارها أيضاً تباع هذه الأحذية المصنوعة من مطاط الإطارات بدولارين فقط. تلقى صناديل المطاط رواجاً كبيراً لدى السكان، وهي ذات قيمة تاريخية في ذاكرة الفيتناميين. بدأ الفيتناميون صنعها لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي خلال الحرب ضد الفرنسيين، مستخدمين إطارات شاحنات عسكرية نصبت عليها كمائن، ومنذ ذلك الحين واظب السكان على انتعالها حتى اليوم. ورش صغيرة يستخدم العمال فيها السكاكين والأزاميل بشكل يدوي لصناعة هذه الأحذية. هذا الرجل يدعى نيغوين دوك، دخل عالم صناعة أحذية المطاط عام 2011 وأسس شركة لهذا الغرض، وباعت الشركة وحدها نحو 500,000 زوج منها حتى الآن.